لا يأخذ الله شهيدا من إخواننا أو تختطف يد المنون ابنا من فلذات أكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق إلا وأبكي غالبا على نفسي لأن هؤلاء سبقوا وهذا دليل أننا لم نصلح للشهادة بعد هذا دليل أننا لم نستحق هذا المقام بعد فاختار الله هؤلاء وكلهم رأيتهم تجمعهم صفة واحدة سلامة الصدر على المسلمين وكف اللسان عن المؤمنين كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يثرثرون أعمالهم شغلتهم عيوبهم ألهتهم عن عيوب الناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس عقلوا على الله واصدقوا النيات واخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الأرض والسماوات في جنات